كونا سلونا فرجونا غنوجة عم ترقص هيك بدها للأسف. فأنا لما سمعت بالمشروع لما تعرفت على باتريك على شغله ولما قال لي بدي أعمل لك كولكشن قلت له بدي أعمل لك كثير أكثر لأن هالقد انعجبت بالفكرة. قصة البيئة شغلة كثير كثير على عزيزة على قلبي، يعني أنا ما في أتخيل حدا عم بياخذ ورقتين كلينكس وقت في يستعمل ورقة. بتشوف المبذر خي الشيطان، هو الفكرة إنه فيك تاخذ حاجتك تترك للطبيعة ولا غيرك يقدروا يلاقوا حاجتهم، مش كرم انك تستهلك وتستهلك وتستهلك. تنرجع لهالبرودوي، هيدول يعني هيدول كلهم لازم يروحوا على المطامر اللي ما عاد فيها تحمل زباله، مش بس بلبنان تقريبا بالعالم كله عندهم هالمشكله، مشكله ويست مانجمنت. الفكره من وراء هالجديد انه فيك تعمل هالقد شيء فاشن وحلو وبنفس الوقت هالقد مفيد اجتماعيا. باتريك اشتغل باكثر ماده ما بتتحلل، يعني هيدا الربر بيقعد 400 سنه مثل ما هو ما بيصير له شيء، اجيال تستهلك وبيبقى مثل ما هو. انا كثير مبسوطه بالديزاين وبالشغل وبالكواليتي وبالطريقه، وبعد بعتقد رح نحسنها. ما في جزبين اخذته لبسته غير ما وحده من صاحباتي قشطتني اياه قبل ما يفتح المحل، قشطوني شي 10 15 جزبين وكلهم عم بيحملون. بعد ما فتح المحل كل وحده بتجي بتقصتني بقول لها لا روحي جيبي روحي اشتري. بعدين في كثير ناس عم يسالوني اذا انا عم بعمل هيدا كبزنس. انا بدي اقول لك انه انا ما بربح ولا ليره من المشروع، انا عم بحط قلبي بهالمشروع لانه ويست مانجمنت ولانه اي ارباح ممكن نعملها رح تروح لعوائل شهداء الجيش، رح تروح للبنيز اوتيزم سوسايتي وتشجير لبنان. عندك الكروس باجز، عندك ديزاينز بعتقد لكل الاعمار وللرجال وللنسوان للصغار للكبار، عندك باك باك، عندك هوم ديكو، عندك يعني ما بعتقد في حدا يفوت وما يلاقي شيء. حتى عندك اكسسوار، انا حاطه اليوم مثلا هيدا الحلقة كثير بحبه، امبارح لبسته على حلقتي حلقه سياسه، يعني عندي هيدي كمان من وقت ما اخذتها ما عم بشتحها. ما في حدا يفوت وما يلاقي شيء شيء يحبه ويستخدمه. ما في اقول لك قد ايه الناس انعجبت بهيدا الجزئين لان دخلنا له الماز، دخلنا مثلا انا عامل لي اسمي بولا بالذهب وبالالماز وهي البكله كانت كثير انا كثير حبيته. ما بظهر ولا محل عشيه الا ما عم بحمله، براكتيكال حلو ووزنه خفيف وعم ناخذ طلبات. في ناس بدهم ذهب عادي بلا الماس، في ناس بدهم ذهب ابيض ذهب اصفر كل شيء فيه. كمان هول الجولري رح نحط لهم للي بحب انه يعملهم اثقل، رح نحط لهم كمان الماس فيهم. في لاين رح نشتغلها مع فوياجور، هيدي لكريسماس ان شاء الله رح تنزل هيدا اللاين. في كمان بدي اقول لك نيكولا جبران هالديزاينر الرائع الكرييتيف هالقد، يعني مش معقول قد ايه خلاق. ب 12 ساعة عمل لي فستان هيك بيشبه شوي سبونسر تبعنا بريدجستون دعايته، كان كأنه دولاب ماشي على الأرض ومعلم. وأصرينا بريدجستون لأنه بريدجستون عم بيكون صديق للبيئة، عم بيحاول قد ما فيهم كشركة إنه قد ايه بتلوث هيدي المادة يقدروا يرجعوا اجتماعيا، يعني يرجعوا يكون عندهم مساهمة ما بأمور العلاقة بالزبالة وبهالمسائل. حتى بالمحل كل شيء عملناه هو ابسايكلز، اذا بتشوف هول جنوطه يعني جنى استخدمناه هون، ديكور استخدمنا فيه دوليب. فكان في شريك، كان في اليوغا بيروت يوغا سنتر عائد عملوا شو كثير حلو، كان في شادي ناشف كمان جاز باند، وكان في اصدقاء ونجوم كثير بشكرهم واحد واحد، كلهم اجوا ليدعموا مشروع اجتماعيا وبيئيا مهم للبنان. انا بقول لها ما بدنا غير تبقي حلوه مميزه بتعرفي تلبسي، بس بدنا اياكي تكوني فاشنبلي ريسبونسبل. هيدا شعار رفيع مثل ما فيك تشوف، فاشنبلي ريسبونسبل يعني على الموضه وان وترندي، بس بنفس الوقت كمان في شويه تفكير بيئيا اجتماعيا. بحس قلت لك هيدي حركه بالعالم عم تكبر، كثير من الناس صارت عم بتفكر تجاره لحالها ما بينفع، تجارة مع مسؤولية. بحس انه رح نكون بكثير محلات من العالم العربي وربما من العالم كمان، بأوروبا في كثير صار
هيدا الكونسبت موجود وداخل بكل شيء تقريبا، بس بحس اكثر واكثر رح يكون هالمفهوم موجود بالعالم العربي في تشجيع لهذا. ان شاء الله عبر ويب سايت تبعكم هالقد عليه ترافيك وهالقد في ناس بتشوفه، بتمنى انه نحصل على فرانشيز بدبي بأبو ظبي بالسعودية بكل هالمحلات، لأنه تنستمر صراحة مضطرين نكون متواجدين برا.